أتوقع فوز الطلبة 3-1. أتوقع صلاح الدين والطلبة تعادل. أتوقع أن صلاح الدين يقدم مباراة جيدة ويحقق فوز جيد على الطلبة. مهرجان أهداف في مباراة صلاح الدين والطلبة، سجلت 5 أهداف في الشوط الأول من هذه المباراة. إليكم الأهداف 5 وحسب تسلسلها. سجل نادي صلاح الدين الهدف الأول في 6 من المباراة. أعقبه نادي الطلبة بعد 1 بهدف التعادل لتصبح النتيجة هدف لكل من الفريقين. ثم سجل نادي صلاح الدين هدف لتكون النتيجة 2-1 لنادي صلاح الدين. تعادل مرة أخرى نادي الطلبة بهدفين لكل من الفريقين. ثم تقدم مرة أخرى نادي صلاح الدين ب3 لهدفين. ماذا قال المدربان بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة؟ للخلدة تنجح بس تكون قسم منكم بالنص تاضل مارتين. اطلع خلي من الخلدة يجي. تصليحات يصلح على كل الكرات، انتوا لازم نادي تصير زيادة عندكم عليهم. بس بطء بطء تصرفكم بطيء. لاعبين وسط الطلبة اللي هم يعني غايبهم سيقطعون الكرة في هذا المكان، أعصابهم متوترة، فلا تعطي فرصة تبقى تلعب كرة وراء تبقى تلعب كرة وتروح أنت بدون تحاول تسيطر على المباراة وإن شاء الله المباراة جاية. انتهت هذه المباراة بتعادل الفريقين ب3 لكل منهما في واحدة من اللقاءات المثيرة في دوري 91-92.